اهلا بيكم متابعين قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وكمان هشارككم ببعض الخطوات اللي تخليكم ان انتوا تنجزوا الاعمال المنزلية بتاعتكم في وقت قليل وبجهد اقل. طبعا في عندنا كل يوم مهام منزلية مش بتخلص، وبيبقى عندنا حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نعملها. قلتلكم قبل كده عن قاعدة ال10 دقايق، هي ان انت تشوفي اي حاجة عندك في البيت بتاخد تقريبا 10 دقايق، وان انت تبدأي تعمليها. مثلا البوتاجاز هياخد منك في تنظيفه 10 دقايق، تعمليها على طول. تنظيف الاحواض 10 دقايق، وهكذا. هتلاقي نفسك كلمة 10 دقايق لما تفضلي تقوليها لنفسك هتلاقي انك بتقدمي على الحاجة وتعمليها على طول، وفي نفس الوقت مش بتاخد منك مجهود كبير، ومش هتحسي ان انت عندك متطلبات كتير قوي وراكي. هتحس ان انت خلصتي وانجزتي حاجات كتير قوي بقاعدة ال10 دقايق. ومعانا كمان قاعدة تانية حابة برضو ان انا اشارككم بيها النهاردة، وهي ان انت التنظيف العميق لغرفة واحدة بس في المنزل كل اسبوع على الاقل. هي ان انت تخصصي يوم في الاسبوع تنظفي فيه تنظيف عميق لغرفة واحدة بس، وبكده بقى هتلاقي دايما عندك البيت نظيف ومترتب. طبعا الادوات المنزلية اللي انا بشارككم بيها هي ادوات بتسهل علينا التنظيف والتنظيم والترتيب. بوريكم ادوات كتير بتنظم، بتقدر ان انت تنظمي من خلالها المطبخ او الحمام، او تقدر تنظمي من خلالها الدواليب. والمنظمات دي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتخلي الدنيا مترتبة وشكلها سهل، وتقدر ان انت توصلي لكل حاجتك بسهولة. بالاضافة كمان ان انا بوريكم بعض الاجهزة الكهربائية اللي تقدر ان انت تستخدميها في المطبخ، وهي بصراحة بتكون عملية جدا. اي جهاز كهربائي دايما بيوفر معانا في الوقت وفي الجهد، فدايما استثمري في نفسك، وان انت دايما تحاولي انك تجيبي الحاجات الضرورية اللي انت شايفة ان انت محتاجاها، اللي هتوفر عليكي حاجة. مثلا بدل ما تعمليها بايدك، لا، جهاز كهربائي هيعملها عنك في وقت قليل جدا، وكمان بدون اي مجهود منك. وكمان برضو في بعض الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم مش شرط ان هي تكون جهاز كهربائي، ممكن تكون عادي حاجات يدوية. بس الحاجات اليدوية دي برضو بتسهل عليكي حاجات كتير قوي، من ان انت ممكن تختصري فيها خطوات كتير. فهنتفرج مع بعض دلوقتي على الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم، ان شاء الله تعجبكم. لو كنت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تنزلي تدوسي على زر الاعجاب للفيديو. كمان لو نسيتي ان انت تشتركي في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك. بينزل عندنا فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية والحيل والافكار اللي دايما هتساعدك وتخليكي عايزة تنظمي البيت بتاعك باسرع وقت. وكمان هقول لكم في اخر الفيديو ازاي تقدروا ان انت تحصلوا على المنتجات المنزلية اللي احنا بنقدمها دي، فكملوا معايا الفيديو. ومعانا الماسك ده، الماسك ده شكله مختلف شوية وجديد، تقدر ان انت تشيلي بيه المكرونة او البيض او اي حاجة. ودي مساحة للأرضيات، المساحة دي بتتميز ان هي بتلف 360 درجة، وتقدر ان انت تحطي فيها سائل تنظيف الأرضيات بتاعك، وكمان ممكن ان انت تستخدميها في تنظيف الحوائط او الأرضيات او الزجاج على حسب استخدامك. وده منظم للبقوليات، بيحتوي على 6 خانات، تقدر ان انت تنظمي فيه البقوليات بتاعتك بكل سهولة. من مميزاته طبعا ان هو بيكون دوار وليه درج زي ما انتوا شايفين كده، بننزل فيه الكمية اللي احنا محتاجينها. ومعانا قطعة الخضروات الاستانلس، القطعة دي ليها اشكال كتير متعددة، تقدر ان انت تقطعي بيها الخضار باشكال كتير اوي مختلفة. ونشوف معانا كمان ده منظم للاحذية، المنظم ده بيشيل الحذاء كامل، تقدر ان انت تنظمي بيه الجزمة بتاعتك، وكمان بيوفر مساحة كبيرة جدا. ومعانا كمان الباسكت دي من خامة البلاستيك، والباسكت محكمة الغلق، تقدري ان انتي تستخدميها في اكتر من مكان، ممكن تستخدميها في المطبخ او ممكن تستخدميها في التويلت على حسب احتياجك. ودي مساحة، المساحة دي بتكون متعددة الاغراض، تقدري تمسحي بيها الارضيات او ممكن كمان تمسحي بيها الحوائط او الزجاج. ومعانا منظم الاحذية، المنظم ده بيكون عملي جدا، تقدري من خلاله ان انت تنظمي الجزامة بتاعتك، وكمان بتحطي كل شوز منهم على منظم منهم واحد. طبعا ده بيوفر لك مساحة كبيرة جدا جدا في الجزامة، وكمان بيكون الشكل منظم اكتر. ومعانا كمان علبة التوابل دي، تقدري ان انت تحطي فيها 4 انواع مختلفة من التوابل، وكمان معاهم المعالق بتاعتهم، هتسهل عليكي جدا اثناء الطبخ، تقدري ان انت تحطيها في اي مكان، وهي محكمة الغلق كمان. وده منظم دوار، المنظم ده بيكون عملي جدا جدا في الصوصات او الزيوت بتاعتك، تقدري ان انت تحطيه جنبك على المطبخ، هيسهل عليكي جدا ان انت تاخدي اي منتج منهم انت بتكوني محتاجاه على طول.
ودي قوالب لصنع المثلجات. القوالب دي سيليكون، بتكون عملية جدا جدا، تقدري تعملي بيها مثلجات صحية لأطفالك أو للكبار كمان، وكمان مش بتاخد أي مساحة خالص في التلاجة، وده منظم حلو جدا وبيكون عملي، تقدري ان انت تركبيه على الحنفية تنظمي عليه الليف او اي قطعة انت بتكوني بتستخدميها للحوض. طبعا بيساعدهم ان هم يجفوا من غير ما يسببوا اي بكتيريا او روائح مش مستحبة. ومعانا كمان المنظم ده، المنظم ده ليه استخدامات كتير جدا جدا في المطبخ، تقدري ان انت تستخدميه باكتر من طريقة، ممكن تحطي فيه المعالق والشوك، وكمان بيكون ليه رف زيادة بيخلصك من المية اللي بتكون زيادة موجودة في المعالق او الشوك. ومعانا كمان موزع الزيت، الموزع ده بيشتغل بطريقتين، بطريقة الرش او بطريقة ان انت تصبي منه شوية زيت. الموزع ده بيكون عملي جدا على حسب احتياجك، ان انت لو محتاجة كمية زيت قليلة او كتيرة. ومعانا كمان ده كفر للصابونة، الكفر ده بيكون عملي جدا خصوصا لو هتاخديه معاكي وانت بره البيت تحطي فيه الصابونة بتاعتك، بحيث ان انت تقدري تستخدميها من غير ما تبهدلك اي حاجة تاني انت شايلة معاها في الشنطة. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا هشرح لكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي. المنتجات دي تقريبا كلها منتجات صينية، بتكون موجودة على موقع زي موقع علي بابا او موقع علي اكسبريس او موقع امازون. لو البلد اللي انت عايشة فيها سهل ان انت تقدري تطلبي من موقع علي اكسبريس او علي بابا او امازون، والشحن بالنسبة لك بيكون سعره كويس، تقدري ان انت تخشي على خانة السيرش في المواقع دي وتكتبي اسم الاداة المنزلية اللي انت بتدوري عليها او اللي انت محتاجاها، وتقدري تشوفي البايع اللي انت حابة ان انت تشتري منه. طبعا هتلاقي ممكن اكتر من بايع لنفس المنتج، فالافضل ان انت تشوفي افضل بايع عليه تقييمات واراء للناس كويسة، بحيث ان انت يوصلك منتج جودته حلوة. ولو كان بالنسبة لك صعب ان انت تقدري تطلبي من المواقع دي لاكتر من سبب، مثلا ان سعر الشحن غالي بالنسبة للبلد بتاعتك، او ان البلد بتاعتك بتفرض جمارك على الادوات اللي هتوصلك، فطبعا ممكن تكون اداة بسيطة بس انت محتاجاها، بس في الاخر تلاقي ان اجمالي السعر بتاعها مش متناسب معاها اطلاقا، مثلا بعد سعر الشحن او بعد سعر الجمارك، فممكن تلاقي سعرها سعر غير منطقي اصلا. ففي الحالة دي برشح لك ان انت تشوفي موقع مثلا زي موقع امازون، هل هو موجود في البلد بتاعتك ولا لا. موقع امازون من المواقع المحترمة جدا، لو هو موجود في البلد بتاعتك تقدري ان انت تدوري برضو على الاداة المنزلية اللي انت عاوزاها، وتكتبي في السيرش اسم الاداة المنزلية، وتقدري انك تشوفي برضو الريفيوهات. دايما بحب ان انا اكد عليكم في الموضوع ده، ان انت تشوفي الاراء بتاعت العملاء اللي جربوا المنتج ده، لان مش دايما كل الحاجات اللي بتنزل في بعض البلاد بتكون نفس درجة الخامة اللي انت شايفاها في الفيديو. ممكن في الفيديو يكون بيستعملوا حاجات بخامات كويسة جدا، بس وقت ما تكون وصلت في البلد بتاعتك او المستورد اللي بيجيبها في بلدك يكون بيجيبها بدرجات اقل، فبالتالي تلاقي ان المنتج جودته مش حلوة، او لو مثلا استعملتيه هيتكسر بسرعة او هيبوظ على طول. فدايما بحب ان انا اكد عليكوا دايما من موضوع الريفيوهات ده، ان انت دايما تتاكدي من البائع اللي انت بتشتري منه وريفيوهات العملاء اللي اشتروا منه، هل الحاجه بتاعت البائع ده كويسه والخامه بتاعتها كويسه والناس بتشكر فيها، ولا بيقولوا ان الخامه مش كويسه، عشان ما تضيعيش وقتك او تضيعي فلوسك على الفاضي. فهنا بقى عندك اوبشن ان انت تشتري من موقع امازون لو هو كان موجود في البلد بتاعتك، وطبعا موقع امازون من المواقع المحترمه اللي بتضمن حق العميل، يعني تقدري ان انت حتى لو المنتج وصل لك وما عجبكيش تقدري ان انت تعملي استرجاع، والفلوس بترجع لك على نفس طريقه الدفع اللي انت دافعه بيها. وكمان احيانا لو المنتج مش قابل للاسترجاع اصلا ممكن يقولوا لك تقدري انك تحتفظي بالمنتج وبرضه بيردوا لك الفلوس بتاعتك. طيب لو فرضنا ان انت المنتج اللي انت بتدوري عليه مثلا مش لاقياه على موقع امازون، او مش حابه انك تتعاملي من خلال موقع امازون مثلا، فهنا بيكون في عندك اكتر من طريقه تانية برضو هشارككم بيها. اول حاجه عشان تبقوا فاهمين، لان في بعض الناس ممكن ما تكونش عارفه، الادوات الصينيه دي بيبقى فيه مستوردين من كل بلد هم اللي بيشتغلوا في الادوات دي، هم بيروحوا بنفسهم بيتعاقدوا مع المصانع بيشتروا الادوات المنزليه دي وبيستوردوها للبلد بتاعتهم، بس طبعا عشان هم بيجيبوا كميات كبيره جدا فبيقدروا ان هم يحصلوا عليها بسعر بيكون كويس، غير ما انت ما هتروحي تشتري قطعه واحده من المواقع الصينيه بتاعتهم. فطبعا هنا انت بتتكلفي شحن بيكون غالي جدا على القطعة الواحدة اللي انت بتشتريها، انما هم بيقدروا ان هم يدخلوا كميات كبيرة باسعار كويسة جدا، فبالتالي لما سعرها بيوصل لك جوه بلدك من خلال المستوردين بيكون السعر مناسب. المستوردين دول تلاقيهم فين؟
طبعا ده بيكون على حسب كل بلد، بس اكيد اغلب الناس بيكونوا عارفين اسم الاسواق اللي بيكون موجود فيها الادوات المنزليه. مثلا عندنا في مصر بيكون في اسواق زي سوق العتبه او ابو النمرس او النزهه الجديده، خصوصا النزهه الجديده. النزهه الجديده من الاسواق اللي بيكون موجود فيها كل الادوات المنزليه اللي احنا بنشوفها. بس عشان اكون صريحه ودقيقه معاكم، بصراحه مش دايما كل الادوات اللي بنشوفها بتكون بنفس الجوده، احيانا في مستورد ممكن يطلب منهم نفس المنتج بس بجوده اقل، فبالتالي لما انت تيجي تستخدمي المنتج تلاقي ان جودته مش كويسه او ان المنتج مش حلو. فدايما لو انت هتحبي ان انت تنزلي بنفسك تبصي على المنتجات دي، اكيد انت هتقدري انك تفضلي ايه الاحسن وايه الخامه الكويسه وايه الخامه اللي حاسه ان هي مش هتعيش معاكي. ولو مش هتقدري انك تنزلي بنفسك وتبصي على الادوات دي، تقدري ان انت تطلبيهم من خلال صفحات الفيسبوك او جروبات الفيسبوك او الانستجرام. بيكون في برضو تجار بياخدوا من المستوردين دول او بيستوردوا هما بنفسهم، وعاملين صفحات على الفيسبوك والانستجرام بيبيعوا من خلالهم الادوات المنزلية الحديثة دي، فتقدري برضو ان انت تشتري الطلب بتاعك وانت موجودة في البيت بتاعك. بيكون سعر الادوات من خلال التجار دول او الصفحات دي بيكون سعرها مناسب جدا عن برضو ان انت تحاولي انك تشتريها بنفسك وتدفعي عليها جمارك. وبرضو هرجع واكد عليكم، لو قررتي ان انت تشتري من خلال صفحات اونلاين او صفحات على الانستجرام، دايما اتأكدي من الريفيوهات بتاعة العملاء وان يكون ليهم ريفيوز كويسة وان يكون في ناس بتتعامل معهم حلو، واكدي عليهم بان انت هتفتحي الشحنة وتبصي عليها، لو المنتج عجبك هتاخديه، ما عجبكيش بتدفعي مصاريف الشحن وبس. ولو انت بتحبي مجال الادوات المنزلية وحابة ان انت تشتغلي فيه، انا قلتلك على الاماكن اللي موجودة في مصر، او تقدري انك تنفذي نفس الفكرة دي عندك في البلد اللي انت فيها، وممكن تجيبي الادوات دي بسعر الجملة وتبدأي ان انت تبيعي من الادوات دي وتعملي مثلا جروب او صفحة وتبيع منها للمعارف والاصدقاء والمتابعين القناة بتاعتي. اي حد محتاج اي منتج من اللي انا بعرضهم يقدر ان هو يكتب لي في الكومنتات المنتج كان في الدقيقة كام، وانا هحاول ان انا اساعده واوفر له اللينكات بتاعة شراء المنتج ده ان شاء الله. وبتمنى من متابعينا الكرام ان هم لو موجودين في اي بلد غير مصر ان هم يشاركونا ويكتبوا لنا اسم الاسواق بتاعة الادوات المنزلية في البلد بتاعتهم، يكتبوا مثلا انا من بلد كذا واسم الاسواق اللي عندنا كذا، بحيث ان هم يقدروا يفيدوا متابعين قناة منزلي اللي موجودين معاهم في نفس البلد، فيقدروا هم كمان ان هم يروحوا بنفسهم يشوفوا الاماكن اللي بتقدم الادوات المنزلية الجديدة دي. لو عجبك الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تدوسي على زر الاعجاب للفيديو لو الفيديو بتاعي عجبك، واتمنى لو كنت لسه مشتركتيش في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، احنا بننزل دايما فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة. اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، واشوفكم باذن الله على خير، مع الف سلامة.